والآن جاء موعد أخبار المال والأعمال. إلى آية كفوري. إليك آية. شكرا حكمة، شكرا ياسر، ولنا تحول إلى جولتنا الاقتصادية محليا وعالميا. وزير التجارة والصناعة أحمد سمير إن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل مشروعا قوميا يعكس رؤية مصر نحو إحداث نقلة حضارية للجهاز الإداري للدولة. وخلال جولتي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أشار الوزير إلى أن الأنظمة الرقمية والإلكترونية التي ستحكم منظومة العمل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة تسهم في الارتقاء بالإمكانات الفنية والإدارية للعاملين والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال. وفي أسواق المعادن النفيسة، استقرت أسعار الذهب مع ترقب للمستثمرين سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لكبح التضخم، ليسجل المعدن الأصفر 2757 دولارا و99 سنتا للأوقية. أما على المستوى المحلي فقد سجل عيار 18 نحو 926 جنيها، ولمس عيار 21 سعر وصل اليوم إلى 1080 جنيها، في حين سجل عيار 24235 جنيها. وأخيرا نصل معكم للجنيه الذهب الذي وصل سعره اليوم إلى 8640 جنيها. ننتقل معكم إلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط مدعومة بإشارات بأن منظمة أوبك قد تخفض الإنتاج. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.66% ووصل السعر اليوم إلى 100 دولار و99 سنتا للبرميل. أيضا ارتفع خام وربتكسس الوسيط الأمريكي بنسبة 58% ووصل السعر اليوم إلى 93 دولار و6 سنتات للبرميل. أيضا امتدت الارتفاعات لأسعار المازوت، وارتفعت عالميا بنسبة 1.29% ووصل السعر اليوم إلى 3 دولارات و93 سنتا لكل لتر، في حين انخفض الغاز الطبيعي بنسبة 84% ووصل إلى 9 دولارات و30 سنتا لكل مليون وحدة حرارية. تراجعت أرباح الشركات الصناعية في الصين في الأشهر السبعة الأولى من العام، حيث استمر الاقتصاد في مواجهة اضطرابات إغلاقات كورونا والركود المستمر في قطاعات العقارات. وقال المكتب الوطني للإحصاء إن الأرباح في الفترة من يناير وحتى يوليو انخفضت بنسبة 1.1% عن العام السابق. يأتي التراجع بسبب التباطؤ الاقتصادي بالصين، حيث جاءت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والاستثمار دون تقديرات الاقتصاديين. انتهت جولتنا الاقتصادية.